قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستبقى في الاتفاق النووي فقط إذا بقيت مصالحها مضمونة. وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي أن انسحاب واشنطن من الاتفاق المبرم عام 2015 غير قانوني على حد تعبيره. ومن جهته هدد قائد العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، هدد بتطبيق سياسة عرقل صادرات النفط الإقليمية إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.